معك لفاتنا، شنو وقع حتى ولدك يجري عليك وما تشوفيش حفيدك والحياه كلها تلا بك انت دابا في عمرك 58 عام اللي خصك ترتاحي مع وليدك ومع حفايدك، دابا انت عاد تلات بك الوقت، اش وقع؟ انا حفيدي كان عزيز عليا بزاف وما كان نعاس حتى كيكون في صدري، ودابا 3 سنين باش تفرقت انا وحفيدي. وعلاش؟ بسبب ولدي. ولدي قال لي اما تعطيني المحل ولا ولا ولدي ما تبقايش تشديه ليا، هذا هو السبب باش تفارقنا. دابا ولدي بقى في الدار وانا في المحل. ديال من؟ ديالي. ديالك انت؟ وقال لي لا بغيتي حفيدك تشديه. هو كان ساكن معاك ولدك؟ هو ساكن معايا في دار وحده. ولدك ومراته وحفيدك؟ اه. عنده وليد واحد هو؟ عنده وليد واحد، وداك الدري كان عزيز عليا بزاف وكنت دائما حتى كنعسو في صدري عاد كيديني النوم. هو في الاخر قال لي ملي ولدي عزيز عليك حتى انا غنكون عليك، والدي عزيز عليك بغاتيني حتى انا نكون عزيز عليك، دوزي لي الدار في سميتي. قلت ليه لا، انا حقا حفيدي عزيز عليا. ايه. واني المحل لا، دابا صدقت لا حفيدي لا محل. ولدك يقول لك كتبي لي لا حفيدي لا محل. ياك هو ساكن مع عمو واكل شارب وانت مربيه معاه الولد ومعاوني على الزمان. هو دابا هو دابا سمع الخيريه، قال لك تاتيا دابا تمشي للخيريه تلاحي. كيفاش الخيريه؟ ها؟ كيفاش؟ زعما سيري تلاحي في المخزن، سيري ملي تمشي بدارك وتلاحي في المخزن. إلا كنتي باغيتي حفيدك عاد بغيتي حتى ولدك تدوزي له الكتابه في سميتو في سميتو. وتموتي من بعد عمر طويل وراه الدار دارو. نعم؟ حتى تموتي من بعد واحد العمر طويل والدار راه دارو. لا هو بغى يقتلني قبل العمر. هو بغى يورثك بالحياه. اه. ولا نحيد لك هذاك الولد. اه بغى يحيد لي ولدي حفيدي. عزيز عليا. الولد الصغير شحال في عمره؟ طالع في شي 3 سنين. في 3 سنين. قولي راه انت اللي بديتي وقيلا من الاول مع ذاك الوليد كتربي فيه. انا اللي كنت كنربيه كنعطيه الهايه، امه كاع ما كانت كترد، انا اللي كنمشي نشري له الحليب وكل شيء من عندي، انا كنت كنصرف على ذاك الوليد. وفي الاخر قلعوا لي الولد وخرجوا لي. وحفيدك الاولاني هو اللي عندك؟ عندي بنتي اخرى بوليداتها، ولكن هو اللي كان جالس معايا في الدار. ساكن معاك. آه. ربيتي عليه الكبده. اه. ولفتيه. ولفته. ايوا. دابا هو شدك من جهه داراك. اه. ودابا خليته هو في الدار وانا يا حفيدي دابا انا غنتوحشت حفيدي ما كيدينيش. دابا مشى بحالته هو ولا جرى عليك ولا شنو؟ جرى عليا. اه جرى عليك. جرى عليا دابا ما كيدينيش. دابا انت ما بغيتيش تكتبي الدار، جرى عليك. آه. ياك هي دارك. واخا كيتهدد عليا كيقول لي نطلع من سطح سطح وندير لك المخده ونخنقك. قلت له ولا داوني للطبيب السبيطار. عيقول لك تلقت انت، كيقول لي المخده ما فيهاش البصانات. اي هاي. اه بلاتي عاودي لي بعد هاد ولدك كيفاش هو؟ هاد الولد اللي تيفكر انه يطلع من سطح لسطح ويدير لك المخده ويقتلك والمخده ما فيهاش البصمات، هذا السيد راه كيخطط لك. اي حيت كتفرج في التلفازه في الافلام. لا هذا الولد راه ولتيه من كرشك انت هي ياك؟ يعني هذا راه انت اللي والداه وانت اللي ربيتيه التربيه هذه اللي ولا يقول لك راه ولدي وكبتي كبتك هذه. اه كبتي. ومالو داير عليك هكذايا؟ داير علي حيت ابني كان بغى يولدو بزاف. وبلاتي قبل ما نوصلوا دابا للولد، هذا الولد اللي فكر انه يخنق امه، بعدا هو الاول خصنا نسولو علاش بغى يخنق امو؟ على حساب باش ندوز له الدار في سميتو. ايه على هاد الولد كان حنين فيك ومرضي ومهدي، وتا واحد النهار عاد هو بغى الدار في سميتو بغى يخنقك، ولا هو من الاول السيد هذا باين ليا فيه من الاول فيه شبليه؟ ايوا ضروري هاد الجيل كاين اللي هذه الله الله يهدي يهدي من شاء من يشاء ولا يهدي من يشاء. هو شنو من النوع اللي هذه الله ولا النوع اللي مفلس؟ نعم. ولدك مالو؟ اش من نوع؟ من النوع اللي خاسر مع نفسهم ومع خاسر. الله ومع الناس. شتي ما صالحنش مع نفسهم ومع الناس. هو خاسر؟ شكون اللي خسرو؟ تربيتك هذيك انت اللي ربيتي على الخسران. آه. انت كنتي كتضربي تماره؟ كنت نضرب تماره. وشكون كان تيربي هو؟ انا اللي كربيته هو، اللي هو بنفسه ربيته انا حتى ولا راجل. ايه. اه ومالو دابا انت ضربتي عليه تماره وكافحتي عليه وتقاتلتي عليه ويجيب المخده وينقز من سطح لسطح باش يخنقك؟ علاش؟ حيت حنا عندنا جوج ديور، دار انا ساكنه فيه كنت ساكنه فيها، وكنا المهم دار كنكريوها ودار ساكن فيها عائله مجموعه. ايه. وفي الاخر جرى عليا حتى من دور بجوج شدهم، وحده كيكريها وحده ساكن فيها هوايا، وحفيدي منعني من حفيدي ما نشدوش. انت دابا ما عندك حتى شي مشكل غير ولدك، علاش ما علاش منعوا منك؟ هذا هو المشكل اللي انت بغيتي. ولد ولدي منعني من الولد على حساب باش ندوز له ديور بجوج في سميتو. اه دار معك الشونطاج زعما. آه تيزيرك تيشدك من جهه دارك. إيه. انت ما بغيتيش. إيه. جرى عليك. إيه. لا انت بديورك لا انت بولدك. إيه. لا انت بولد ولدك. الحمد لله حتى حاجه. الحمد لله. خرجتي طويله. الحمد لله.
عندي الله تعالى وتبارك. إيه عندك الله سبحانه وتعالى، ولكن واحد خصو زعما محالات كون رزقك والانسان تيخدم ضربتي تمارة في صغرك كلها باش ترتاحي دابا. إيه ماشي باش يصيفطك هو قال لك سيري للخيريه، راه الناس في الخيريات. هادشي اللي بغى لك هو، هادي هي النهايه السعيده اللي بغى لك هو. إيه باش هو يتبرع في الديور. إيه واش درتي انت، فين مشيتي؟ انا مشيت كنترجى الله سبحانه وعشوان في اي وقت في اي لحظه، ملي كنصلي ونحط جبهتي للارض ونقول يا ربي انت اخويا انت با انت عائلتي انت كلشي فيك يا ربي. انا ما عندي لا حبيب لا رهيب، عندي الله العزيز الحاكم هو اللي عندي، ما عندي لا المشكي. وانا هاد البلاصه كنت كنتمناها شحال هادي باش نجعدكم ونعاود لكم اللي في قلبي، قلبي باش يبرد عليا من هاد المشكل. ما عمري ما شفت شي ولد اللي امه كضرب عليه الحلوه والحاره وتشوف لي المشاكل وتصنع ديال الطاطا نقيل في الموقف الدلالحه، ويجيو للموقف يقولوا لا تقدر تهز الصندوق ديال الطاطا هي اللي غتخدم، نقول ما انا نهز الصندوق ديال الطاطا. وفي الاخر كنخلي فيه راحته وجوجته باش يدير عقله وباش يتبات، ملي ولاد الولد الوليد الثاني بقات كنربي له في وليده، قلت دابا يساوي معايا، دابا يتصلح. انت كتحزري دابا يساوي، دابا يساوي يتصلح بعدو يتصلح في وجه هذا الحفيد اللي تزاد عندنا، وهذا ربما يكون هذا يصالحنا وتكون العائله مطمئنه ومزيانه. الساعه هو يكبر اللي قال له عقله هو. هو باغي هذوك جوج ديور ياخذهم ويلوحني انا للبحر. نعم واخا فاطمه مازال نجيو نكملوا هذه القصه ديالك مع ولدك ومع حفيدك. شكرا فاطمه، نكمل معك القصه ديالك مع ولدك ومع حفيدك. دابا انت خرجتي، فين عطيتي بالراس؟ فين مشيتي؟ دابا انا كاريه. كاري عاد الناس كاري خرج، خليتي محالك رزقك فراشك. جوج خليتهم، جوج ديور، جوج ديوري بجوج. إيه؟ وحفيدي اللي كنت مربيه عليه الكبده كان يبات لي في صدري. اها كي درتي مع هاد الكبده وهاد الولد اللي كنتي مربيه ومولفه؟ هو قلع لي كبدتي وقلع لي ديوري بجوج، وقلع لي حتى كبدتي الدري ولدو كنت مربيه انا قلعوا لي. اها وما حلين ما غامرت على هذاك ولدي النيت باش يساوي معايا. كنقول له وليدي راه الدنيا، راه الدنيا عاد دار الفناء. إيه راه واحد النهار غنموت انا وغنخطاك وغتندم عليا وهادي، خلينا نتعاونوا انا وياك، انت شويه جيب شويه من السوق وانا حتى شويه كنخدم في الفلاحه تمايا نخدم حتى شويه وانا شويه. قال لي انا نفهم معك على هذا الشيء، ولكن بشرط تكتب لي الديور بجوج في سميتي عاد تقولي راه عندي حفيدي. صدق دابا انت مالكي، واش حماقيتي على داك الولد اللي حيت هو شادك من هذه النقطه الضعف ديالك؟ انت واش هبله على داك حفيدك ولا شنو؟ حيت شويه الواحد تيدير هكا وهكا شويه. هذاك الوليد زعما ربيت عليه الكبده، قلت انا هذا الوليد اللي ربيت غيكون احسن من بواه. كنت هذاك هو الامل ديالك. بغيتي تربي عاوتاني على يديك باش تطلعيه شويه ما يكونش بحال الولد. ولدي ني تقريته في المدرسه وزعما كاين تاقر وصل فوق الشهاده، عاد خرج قال لي انا ما بغيتش نقرا. ودخلت ثاني نستنى على الميكانيك. وما بقاش ثاني في الميكانيك ولا ثاني مشى لطنجه. ولا مشى لطنجه. باه تفرقت معاه شحال هذه حوزي. قال لي تمشي معايا للحوز اللي تدير بالنور، قلت لها انايا امي حيت انا والداني عانه هي البكره ديال امي، ما عندي لا اخ ولا اخت. امي قالت لي جلسي معايا هنا في الدار حيت انا البكره ديال امي، ومو بغاتنا نسكنوا تما في الحوز. أيوة. هذا هو السبب علاش تفارقنا. وبقى ولدك معاك ملي كان صغير؟ معايا ايه. ما كيشوفش باه؟ لا من ديك الساعه ما شافش باه. من هذيك الساعه ما شافوش. وباقي بالحياه ولا؟ باقي بالحياه. باقي بالحياه ما تيسولش فيه كاع. صافي صافي كره مجوجات وخدات لي مراه اخرى كبر جفا، دابا راه شي سنين شي 25 عام ولا اكثر باش تفارقنا. اي ولكن واخا تيتفارقوا الكبار تيبقى لا بقى وليد بيناتنا، راه خصنا نسولوا فيه ويسول فينا. هذوك عاد الناس الطيبين المؤمنين اللي كيخافوا من الله. عندهم خوف الله، هذا ما هما اللي كيعترفوا بهذا الشيء. حيت حنايا حيت تقولي لي لا فاطمه تقولي لي هذا الولد، حيت دابا اكثر حاجه المتني في القصه ديالك هي الهضره اللي قال لك ولدك. أيه. نقز من سطح لسطح. قال لي نطلع من سطح لسطح. اكثر حاجه هي هذا الشيء اللي قلتي في هذا الشيء ديالك. ندير لك المخده ونقزك، ملي قلت لي انا ولا داوني للطبيب. يقول لك حتى اللي قتلتيني حتى اللي كتحيي عليا قدام الجيران ديما راه مصوطه مو راه مكرفس على مو راه مكرفس على مو. ايه هي هذوك غيقولوا راه شتي راه بصح. قال لي لا لا لا، قال لي الخدمه ما فيهاش البصمات. وهي هذيك عا قال لي المخده غنقزك وانا نخوي، خويت السوق الاربعه ودابا انا كاريه نفس في خفتي منه. دابا انا بالسوق الاربعه خفتي من ولدك؟ اييه. ودابا انا كاريه عند الناس وديوري بجوج خليتهم له، وحفيدي اللي كان عزيز عليا كان يبات فيه زدرين حتى هو خداه مني. دابا كتبكي على ولدك وعلى دارك وعلى ولد ولدك وعلى ايامك وعلى شبابك وعلى
دوك اللي كنتي كتهزي دوك الصنادق اللي كنتي تهزي البطاطا وعلى عمرك كله اللي فنيتي وفي الاخر خرجتي عاد بيتي من الزيرو. يتيمة الشرف، يتيمة الشرف عندي غير الله سبحانه وتعالى. يتيمة الشرف. يتيمة الشرف. عمري ما سمعت هذه الكلمة. حيت ما عندي لا خو لا خت لا مي. عاد عرفتي راسك يتيمة. الدري اللي غنحط عليه الراس هو هذيا. بعد الله تعالى وتبارك والله يشوف فيا ويضر فيا. كنقول يا ربي إلا كانت الحياة خير لي والله يسر لي أمري. ولا كانت الممات خير لي أحسن نمشي نحدا ميمتي ونرقد. صافي أنا هو العمر ديال الله سبحانه وتعالى. لا فاطمة هو العمر ديال الله. لا حنين لا رحيم ما كاينش لا غادي يحن عليك ويقدرك ويعلم عليك. لا ولاتي غير الله تعالى وتبارك. ولكن بلاتي نقول لك واحد الحاجة عاوتاني ما تشوفيش الدنيا راك حلا كلها راه ما بقى ما يدار. الى غير دوك جوج ديور هما اللي كاينين في الدنيا وداك الولد اللي كان في الدنيا وداك الحفيد اللي كاين في الدنيا ها انت مشيتي كريتي خويتي ليه البلاد ايه مزيان خويتي البلاد واخا ها انت بعدتي عليه بعدتي من الخطر واخا قصحي كبدتك على داك الولد وانا كنتمنى عاش النهار نجي عندكم هنايا ونخوي قلبي ها انت دابا حنا انا جالسه انا كنخوي قلبك انا وياك دابا دائما كنقول يا ربي انتما راجع لكم الله الله خليفه الله في ارضه باش تحسوا بالانسان وتحسوا بالقدره راه بنادم راه باين على وجهه انا الكلبه حاشاك راه كتهز ولادها في سنانها وانا ولدي غامرت عليه وشت عليه الحلوه والحاره وكنبغي انا ولدي يكون احسن مني وكنت دار واحد في مرتبه كبيره حتى ولدي ما عرفتش شنو ما عرفتش ولكن لا فاطمه تحقل عليا حفيدي اشوفي نقول لك واحد الحاجه نقول لك واحد الحاجه ما تلوميش هذا الولد هذا عذريه حتى هو مسكين ما محن فيه باه 25 عام قلتي باه اللي ما عمره ما حن فيه ياك حتى هو مسكين انت كنتي كتخرجي وتضربي تماره وتجلس مسكين يتسنى فيك حتى هو مسكين خرج من قرايته وما كملهاش حتى هو عنده شحال ديال المشاكل غير باه ما كاينش معاه هذيك راه اكبر مشكله لقي العذر ولكن تو الله يحسن العوان شنو عنده الدخل ديالو الام فوق الاب قال لك الجنه تحت اقدام الامهات الام هي اللي كتكون حنينه الراجل في الليل كيكون ناعس والام كتبقى تحبحب على ولدها هي اللي مسؤوله عليه هي ولي الامر ديال الولد وديال البنت انا ولدي انا كنت دايره في واحد المرتبه كبيره كثر من باه جاب على المصروف من مثلا من برا ودخلوا لداخل للدار ولكن انا مسؤوله على هذاك الوليد انا كنت كنعاون كنت كنخدم نضرب تماره ونشيل الكنان ونشيل البطاطا ونشيل الكناش باش يتواعى راه ولادنا ويتفاهم راه ولادنا لا فاطمة وهذا هو الخطا ديالنا كوالدين ولادنا راه ما بغاوش غير ياكلوا ويشربوا ويتصبطوا ويتكساو راه ماشي غير هذا الشيء اللي كاين قريتو في المدرسه ها قريتو في المدرسه خاصك تعرفي شنو ماله وتحسي به قال لي انا مريضه امي وتبوسي قال لي انا مريض ولا مريضه وليدي اش دار ديتو الطبيب ديال السبيطار الغازي ديال المولاي السبيطار مولاي عبد الله ديتو عند الطبيبه النفسانيه وخلصت انا من جيبي فلوس ومالو مريض شنو عنده شي مرض قال لك انا في ايام مرض نفساني هكذاك ايوا انت ودابا الولد راه ماشي عادي مرض نفساني ملي كيقول للطبيبه كتقول له ما كنت كتقول لي الطبيبه ملي كيدخلها مع البيرو مال هذا الولد عندك كنقول لها الدري كيبغي يشرب الشراب كيقول لها لا ما كنبغيش نشرب الشراب ولا نقول له كيبغي يشرب الشراب ما شرب الشراب ما كيلقاش راحته مدمن هو ملي كيشرب هذاك الشراب كيقول لك نقتل ونذبح والجنويه ندير صافي نقتل الروح وانا خلعني وهربت بحالاتي وسمحت حتى في حفيدي وراه خصو يداوى لا فاطمه راه خصو يداوى دابا هو اللي كان تيسمعنا وتيسمع موش كتقول راه خصو يمشي للطبيب ويداوى شكون اللي غادي يديه؟ ما عنديش اللي غادي يديه ما عنده مراته ما عنده نساء مرته راه عاد عروبيه ما عارفه والو عارفه تعاد تاكل الطحين كتعلفوا ما عارفه والو الطحين كتعلفوا عارفه غير تجوج صافي وتولد هذاك الولد الطحين واخا ما يتعجن كتاكلوا الطحين هكاك قدا قدا شك ساعات تعلف سطن بلا مطغن تعرف هذيك اللي هذي حيت هذا الشيء تتقولي على ولدك عادي يجري عليك وعادي يشد ولده وهادشي كله عادي وقع لكم لانه من البدو كيقول لك خرج من الخيمه مايل ياك من الخيمه خرج مايل انت كتعاود كتقولي ولد عنده مرض نفسي كتقولي ولد مدمن على ما عرف شحال من حاجه المراه حتى هي مقلوبه عليها القفه يعني الدري راه عايش في الضايع انت دابا بداي حياتك من جديد انت كريتي في شي بلاصه واحده اخرى اييه وسيري خدمي على راسك وعيشي وانا يا تبقى لي الصحه دائما دابا راه بقات دابا راه فيا في مرض القلب فيا مريضه دابا مرض القلب وفيا فقر الدم وانا عايشه غير بحال الليله هاي الله محمد رسول الله كنقول هنا تخرجني هنا تخرجني هنا تخرجني دائما كنحس بقلبي كيضرني حتى الطبيب ما كنلقى باش ندوز في الطبيب ولا نشري الدواء ولا قال لي ولا نشري اللي خاصني
لا حبيب لا رحيم سوى الله العزيز. ايوا يصاوب الله ولا فاطمه، يصاوب الله يصاوب. اللي كانت كتحن عليا غطات وجهها بالتراب الله يرحمها، واخا عندي العائله لاباس عليها ما كنحنوش فيا، كلشي ولاد راسو عباب راسو كلشي ما كنعقلوش عليا. بخير الله سبحانه وتعالى، بخير عليهم. واني يقول لك سير دبر راسك جيب راسك. ما بخيرش عليهم هادو اللي ما يحنوش في واحد منهم درويش وما عندوش. كاميونات والطوموبيلات والهريه وكلشي عندهم لاباس عليهم. الله ينعلبوا الطوموبيلات وينعلبوا الفلوس ونعلبوا الدور. في الخارج كيقرا وبان كيتصفط لهم الفلوس في الخارج كيقرا ولاده. وانا تلاقاني نهار مشيت نهار في العيد باش نترحم على امي الله يرحمها، لقاني جاي من الجبانيه لاباس بتخاتي لاباس لاباس لاباس، ما مد لي حتى درهم، هو لاباس لي مليونير. يعني الناس اللي ما كيعرفوش اشوف الناس اللي ما كيعرفوا اللي ما كيحنوا عليا لي مليونير خصو يكون مليونير في قلبو. شريفه مليونير ماشي في جيبو، مليونير في قيبو في قلبو في اخلاقه في دينه، هذه هو مليونير في الصداقات وفي الحسنات. مو مليونير في الفلوس، راه الفلوس راه غير وسخ الدريه. المهم ماشي بحال الام اللي كانت كانت كتحن عليا بزاف، كانت كتقول لي بنيتي راه انت ما تعرفيش نهار اللي خطيك انايا، راه انت ما تعرفيش تعيشي لهذا الزمان. امي قالت لي ما تعرفيش تعيشي لهذا الزمان. وفعلا ما عرفتيش تعيشي لهذا الزمان. شكرا لك لفاطمه على هذه القصه مع الاسف اللي عاودتي لنا. سي محمد.